كرم. احنا المراهنات عندنا بقى حاجه مختلفه خالص، هتتبسط قوي هنا ان شاء الله. انا عاجبني الاجواء قوي يا سيد. ايوه فعلا شهر 4 الجو بيبقى حلو جدا. 4 ايه؟ مش مهم. ها الريموت تمام؟ البطاريات بس فضيت، خرجتها وقطعتها، رجعت احسن من الاول. قطعتها ليه يا سيد؟ ما جبتش بطاريات جديده ليه؟ عشان الفلوس خلصت. وديت ال 200 جنيه فين؟ اشتريت بيهم منفاخ. ليه اشتريت منفاخ؟ عشان ننفخ الكلبزات، هي الكلبزات دي بتيجي منفوخه، يعني بتيجي مفسيه وبننفخها، ولا نستنى بقى نوديها البنزينه وترجع ونوقف الماتش. احلى حاجه فيك يا سيد ان انت عامل حساب كل حاجه. احنا مش واقفين على الكورنيش، بطلوا الودوده دي. ها فهمتيها هيعمل ايه؟ حفظته. طب تمام. اي لحظه غباء اعرف ان احنا هندفن في الحلبه دي. ما فيهاش. شايف الناس دول حاطينهم جوه الشريط ده ليه؟ ليه بقى؟ عشان دول اخطر من الاسد. تمام؟ هتحس في لحظه ان انت غبي، اطلع اقعد في المكتب فوق. لا لا وسيبني والنبي، انا عايز اتفرج وهركز. يبقى تقف ساكت. ماشي. ايه ده؟ الراس الكبيره جاي. ايوه بس هيخش في الباب براسه الكبيره ازاي؟ عادي، ما فخر راسه كبيره وبتخش عادي. هروح اقابله. ها عم الدنيا، نورت المكان. ازيك يا فخر؟ ازيك يا معلم. جدع جدع انك عرفت تقلب الخرابه دي وتخليها مكان مناسب. لا بس ده النادي بتاعي فعلا. خرابه يعني؟ ايه ده؟ مين دول؟ ده اخويا كده مخ على قده، ودي مراته. طب يبصوا لي كده ليه؟ لا لا ده غلبان في مخه يا باشا. يلا تايسون تايسون ريتاج، عيانين خالص يا باشا. فخر هو ليه الترابيزات ما عليهاش كاجو؟ لا يا باشا عليها اهو، سلامة الشوف. اتفضل يا ريس. دي بطاطس. ما هي بطاطس بطعم الكاجو. لا باش. كله هنا موجود يا باشا والله. اتفضل يا باشا منديل عشان تمسح مناخيرك. امسح مناخيري من ايه؟ ما هي مناخيرك نازله حضرتك دي. ده حلق. هو مش بيتلبس هنا؟ دخل الملاكمين يا فخر. حاضر يا باشا. يلا ماشي. دخلوا الملاكمين.